يبارك فيكم. يعني حبيت اطلع عليكم اليوم، خاف باكر اطلع بعد، يعني بواجب شويه، بس الشيء بالشيء يذكر. البارحه يعني نشرنا منشور على الرئيس مسعود برزاني، يعني قلت انا اعتقد راح اغير نظرتي عليه، وفعلا يعني حقيقه مسعود برزاني، وانا راح اقول الرئيس مسعود برزاني ليش؟ لان تقديرا له والله حقيقه هذا ياكل بخاشوقه ويوكل الجماعه سلي لا خير من الله. صح اكو عندهم فقره، بس شوف الاثار مالته اللي سواها رغم الفساد اللي عندهم. احنا خرب. شفت لك بالشمال بكردستان محاضره، شفت لك بكردستان محاضره دينيه، شفت لك بكردستان ناس تلطم، يعني غير المفروض اللي يلقون محاضرات واللي يلطمون لازم اكو اثار على هاي الامور، اكو ترجمه. شو الناس اللي ما تلطم والناس اللي ملتهيه، خلنا مع احترامي للاخوه الكراد، يعني انا اريد اتكلم كلام منطقي، اريد توصل الفكره. شو الناس اللي تلطم وتروح للحسين وتوزع حريسه وتقول يا ابا عبد الله انا سلم لمن سالمكم واحنا اهل البيت ويانا وهذا حكم وهذا حكم جعفري وسنه وشيعي، حتى السنه ترى قنافض صايرين. اسمع شوفها كلها فاسده. اسمع كسياسيين، شو اثاركم هاي زبله والله العظيم. العراق عباره عن زريبه عيشتونا بيها. روح كردستان، ايش قد ردت يعني اتغاضى اغلس ما اقدر عم، غير ناطحات السحاب ما ادري ايش عندهم. شوف الابنيه، شوف الشوارع، الشارع تنام بيه بدون فراش، ما تستحون. ولكم انا حكيتها قبل، الكراد جماعتهم ياكلون بخاشوقه، لان الكرك يشق الحلق، عساكم ان شاء الله يشق تحلوكم يا جماعتنا. والله ما اعرف شو وقت تصير براسكم خير. انا بس اريد اعيد الكلام، شفت لك بيوم من الايام بكردستان محاضره دينيه، شفت لك لطميه، شفت لك ناس رايحه للزياره، شو شله وعبر الناس؟ ناس كلها ملتهيه بوظائفها ودكاتره ومترجمين وكذا، وشوف شوف شوف اللبس مالهم، شوف الـ 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 البيئه مالتهم، شوف الخوف، شوف المرور، شوف الدنيا. ولكم احنا اشاره مال المرور حاط له كبوسه، هذا ابو الباتريات لكم انتم بيا عهد، ما تقولوا القرن 22 راح نطب، وانتم بعدكم اشاير ما عندنا ببغداد. انعم الله حاط لهم فايبر جلاس بيت للمرور، حاط له مبرد ام السرفه، صدق كذب خرب لك. انتم دين ما عندكم والله. الله ما ادري ملتهين، ايش قال ابو بكر وايش قال علي بن ابي طالب سلام الله عليك، وايش قال عمر بن الخطاب وايش قالت سيده عائشه ما اعرف منه. كافي كافي، خزيتونا ملتهين بعالم صار لهم 1400 سنه ميتين، دي كافي. التوا بروحكم اويلها على الكعبه لك، والله ما تصير براسنا خير. لا والله وحق موسى بن جعفر.